بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو قائمة تشكيل الأهلي أمام الداخلية في مباراة الأربعاء 28/2/2018. بداية عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد تلقائيا. أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 27 بالدوري الممتاز. البدري ضم 19 لاعبا وأعاد هشام محمد لاعب وسط الفريق بعد غيابه عن مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة، بالإضافة إلى ضم محمد شريف الوافد الجديد. القائمة جاءت كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، الدفاع محمد نجيب، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، خط الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، كريم ندفد، محمد شريف، وليد سليمان، هشام محمد، إسلام محارب، بكماني، الهجوم جونيور أجاي، مروان محسن، وليد أزارو، صلاح محسن. المدير الفني استبعد الثنائي شريف إكرامي وحسام غالي لأسباب فنية، بالإضافة إلى غياب 9 لاعبين آخرين وهم أكرم توفيق، ميدو جابر، صبري رحيل، سعد سمير، باسم علي، عبد الله السعيد، أحمد حمودي، أحمد ياسر ريان، ومحمود الجزار، ما بين إصابات وأسباب فنية. يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، فيما يأتي الداخلية في المركز 12 برصيد 30 نقطة. شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.